السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم السبت 12/3 مارس 2022، بعد مباريات اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإيطالي. اليوم متابعين كرام، سلرنتانا تعادلت أمام ساسولو 2-2. عندنا نادي سبيزيا فاز على كالياري 2-0، أحرز هدفين إرليتش في الدقيقة 55 وراي ماناج في الدقيقة 74. سامبدوريا خسرت من يوفنتوس 1-3، أحرز هدف يوفنتوس 3 مايا يوشيدا، هدف مرمى بيلعب سامبدوريا في الدقيقة 23. ألفارو مراتا من ضربة جزاء في الدقيقة 34، وألفارو مراتا في الدقيقة 88، هدف سامبدوريا عن طريق عبد الحميد صابري في الدقيقة 84. ميلان فازت على إيمبولي 1-0، أحرز الهدف بير كاياتونغا في الدقيقة 19. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري وترتيب الهدافين. واليوم متابعينا الكرام، كانت اليوم السبت 12/3 كان بداية الجولة 29 من الدوري الإيطالي. متابعينا الكرام، تصدر الدوري الإيطالي حاليا في المركز الأول عندنا ميلان متصدر ب 63 نقطة، إنتر ميلان المركز الثاني ب 58 نقطة، لسه ملعبش في الجولة وكمان له مباراة مؤجلة. نابولي المركز الثالث ب 57 نقطة، يوفنتوس المركز الرابع ب 56 نقطة، روما المركز الخامس ب 47 نقطة، أتلانتا المركز السادس ب 47 نقطة ولها مباراة مؤجلة، لاتسيو في المركز السابع ب 46 نقطة، فيورنتينا المركز الثامن ب 43 نقطة، هيلاس فيرونا المركز التاسع ب 41 نقطة، ساسولو المركز العاشر ب 40 نقطة، تورينو المركز ال 11 ب 34 نقطة، بولونيا المركز 12 ب 33 نقطة، إيمبولي المركز 13 ب 32 نقطة، أودينيزي المركز 14 ب 29 نقطة، سيبيزيا المركز 15 ب 29 نقطة، سامبدوريا المركز 16 ب 26 نقطة، كالياري المركز 17 ب 25 نقطة، فينيسيا المركز 18 ب 22 نقطة، جينوا المركز 19 ب 18 نقطة، سلرنتانا المركز 20 والأخير ب 15 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين متابعين الكرام في المركز الأول شيرو موبيلي لاعب لاتسيو ب 20 هدف، يتساوى معه دوشان فلافيتش لاعب يوفنتوس، والمركز الثاني جوفاني سيميوني لاعب هيلاس فيرونا ب 15 هدف، والمركز الثالث لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان ب 14 هدف، وتامي ابراهام لاعب روما، وفي المركز الخامس دومينيكو براردي لاعب ساسولو، تامي ابراهام المركز الرابع 13 هدف، دومينيكو براردي المركز الخامس لاعب ساسولو ب 12 هدف، وايدن زيكو لاعب انتر ميلان، جيانا لوكا ساكاماكا لاعب ساسولو. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.